السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة الرياض يحضر نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم. في يومها الرابع الحالة الجوية سقيا تستمر في التأثير على أجزاء واسعة من المملكة. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن اللقاح المعتمد لكورونا يجب أن يغطي 70% من سكان العالم. أحييكم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي سوف تجمع فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم السبت. وأناب أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. للحديث أكثر عن نهائي كأس الملك يسعدنا أن ينضم معنا أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم. مرحبا بك أستاذي الكريم. بداية، تحظى هذه المباراة وهي مباراة النصر والهلال باهتمام جماهيري كبير داخل المملكة وأيضا خارجها، لما تحمله من هذه المباريات الناديين من إثارة وأيضا تشويق وأندية كبيرة. السؤال، ما هي الاستعدادات قبيل انطلاق هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أبارك للرياضة والرياضيين رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين لنهائي البطولة الأغلى. هذا اللقب اللي نتشرف به كرياضيين ونعتز بأن يحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهذه الرعاية الكريمة من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين والتي نتشرف بها كل عام، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لهذا العرس الكروي ما هو إلا دليل واضح على ما يوليه قادتنا حفظهم الله من اهتمام ودعم لقطاع الرياضة والرياضيين في أنحاء الوطن. فالدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وقيادة وتوجيه ومتابعة سمو وزير الرياضة لهذا القطاع يدفعنا دائما للمضي قدما والاستمرار في رفعة اسم المملكة العربية السعودية رياضيا على جميع الأصعدة القارية والدولية. فيما يخص المباراة والاستعدادات، الاستعدادات ولله الحمد على أتم وجه. هناك طبعا الاستعدادات اللوجستية للمباراة، وهناك أيضا اتخاذ الاحترازات الطبية بحكم ما نواجهه أو يواجهه العالم من جائحة. ولله الحمد جميع الاحترازات وجميع الإجراءات على أتم وجه إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله أن يخرج الفريقين بمباراة تليق باسم هذه البطولة وتليق أيضا وتعكس الصورة التي وصل لها القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. نعم أستاذ إبراهيم، عرجتها قبل قليل عن البروتوكولات وأيضا الإجراءات الصحية المتبعة لديكم هذه الليلة. لو تعطينا تفاصيل هذه البروتوكولات وأيضا الإجراءات الصحية. طبعا تم الطلب من الناديين أن يتم إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا خلال 48 ساعة التي تسبق المباراة. ولله الحمد تم الإعلان قبل قليل عن سلامة الجميع، والجميع أو جميع قائمة الفريقين يحق لهم المشاركة بإذن الله في هذه المباراة. أيضا هناك احترازات من ناحية عدد الحضور، فتم تقنين عدد الحضور بحيث يحضر من كل نادي، نتحدث طبعا عن أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء الذهبيين، أن يحضر من كل نادي 25 شخص فقط، بالإضافة إلى الحضور الذي سيكون إن شاء الله في المقصورة الرئيسية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر.
بالإضافة إلى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القاسم على هذه المداخلة. رأس صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني اجتماع اللجنة بحضور مديري الإدارات الحكومية. وقدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبد الرحمن الحربي خلال الاجتماع عرضا عن الاستعدادات والإجراءات للتعامل مع الحالات المطرية والظروف المصاحبة لها. كما قدم أمين المنطقة المهندس فهد بليهشي عرضا مرئيا للأعمال والمشاريع التي يمكن من خلالها درء مخاطر السيول والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، موجها سموه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود والتنسيق الكامل للتعامل مع الحالات المطرية، مؤكدا الإشراف والمتابعة المستمرة للمشاريع الحالية لدرء أخطار السيول والالتزام بالجدول الزمني لإنجازها. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 122 ألف عملا دعويا تضمنت العديد من البرامج والمبادرات والمحاضرات والدروس العلمية وخطب الجمعة في مختلف مناطق المملكة، مستهدفة كافة شرائح المجتمع لغرس قيم الانتماء والمواطنة وكذلك الأمن الفكري والتوعية بخطر الجماعات المتطرفة على المجتمع، إضافة إلى تعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة وبيان المنهج الوسطي المعتدل. كما واصلت الوزارة تنفيذ برنامج وقاية للتوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية المعتمدة في التعامل مع جائحة كورونا. استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تجربتها في التدريب عن بعد في التدريب خلال فترة جائحة كورونا كتجربة رائدة ضمن 6 تجارب عالمية، وذلك ضمن فعاليات يوم الأكاديمية وبناء القدرات الذي نظمته اللجنة الدولية الكاروتقنية. وشاركت المواصفات من بين 89 دولة عضو في اللجنة بتقديم ورقة عمل حول تجربة مركز التدريب بالهيئة أثناء الجائحة. تسعى المواصفات السعودية للمشاركة مع المنظمات الدولية الأخرى لإبراز جهود المملكة في مجال أنشطة التقييس المختلفة، كما تعزز أواصر التعاون معها في تقديم برامج تدريبية والإسهام في نشر وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمستفيدين ورفع مستوى الوعي في أنشطة التقييس والمطابقة والجودة. حول آخر المستجدات لفيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 220 إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356,911 حالة، من بينها 5,018 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية معظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 675 حالة حرجة. كما تم تسجيل 400 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 346,023 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 13 حالة.
هذه آخر الإحصائيات العربية حول فيروس كورونا. أحييكم من جديد. للتكامل في منظومة الخدمات ورفع كفاءة المنشآت الصحية، مشروعات تم تدشينها لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين بمنطقة القصيم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من هناك الزميل علي العطينان. مرحبا بك علي، أطلعنا أكثر إذا تكرمت على هذه المشاريع التي تم تدشينها وأيضا الخدمات التي تقدم للمستفيدين في المنطقة. نعم، مساء الخير منى، تحية لك وللمتابع الكريم. شهدت منطقة القصيم نهاية الأسبوع الماضي تدشين حزمة من المشاريع الصحية النوعية في عموم المنشآت والمرافق الصحية بالمنطقة لتطوير الخدمات وأيضا البنية التحتية وكذلك التعاملات التقنية في المنشآت والمرافق الصحية. احنا نتواجد الآن في مركز أوثال، ومن طبعا جانب مركز الرعاية الصحية الأولية بالمركز اللي تم طبعا تدشينه من قبل سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. المشروعات التنموية الصحية اللي تم تدشينها تنعكس إيجابا على تكامل منظومة الخدمات الصحية والعلاجية وأيضا الوقائية المقدمة للمستفيدين في مختلف طبعا المنشآت والمرافق الصحية بعموم مدن ومحافظات منطقة القصيم. هذا المركز اللي طبعا تم تدشينه وهو واحد من المراكز التي تعمل على تنفيذها وزارة الصحة بالهوية الجديدة المعتمدة للوزارة، بالإضافة إلى طبعا ما يمتلكه من كوادر بشرية مختصة مدربة لتقديم الرعاية الطبية العلاجية للمستفيدين من أهالي مركز أوثال والمراكز القريبة المجاورة لها، بالإضافة إلى طبعا المشروعات اللي دشنها سمو أمير منطقة القصيم ووزير الصحة وأيضا المبادرات المجتمعية التي تعنى بتقديم الخدمة العلاجية وأيضا الرعاية الطبية وفق أعلى معايير الجودة وأيضا السلامة للمستفيدين. وهذا أيضا منى والمتابع الكريم يعطي الدلالة الكبيرة على عناية القيادة الرشيدة عزها الله بصحة المواطن وأيضا المقيم. ونحن اليوم نعيش في ظروف جائحة كورونا، إلا أن القطاعات الحكومية والصحية تحديدا تعمل على تقديم الخدمات العلاجية التخصصية النوعية. تأكيد، شكرا جزيلا لك علي العطينان على هذه المشاركة وأيضا على كل ما قدمته لنا من نبذة بسيطة حول هذه المشروعات، شكرا جزيلا لك. مشروع النزل الريفية في القطيف يشكل عامل جذب سياحي وأيضا يحافظ على الرقعة الزراعية في المحافظة. مراسلة أخبار السعودية من محافظة القطيف الزميلة شادن الحايك لديها التفاصيل. مساء الخير شادن، انقلي لنا الصورة لديك حول هذه المساكن الريفية في المحافظة. مساء الخير منى، أهلا وسهلا بك شادن.
نعم، كان ذلك خلال اجتماع تم بين بلدية محافظة القطيف والغرفة التجارية بالمحافظة. هذا ما توصلوا إليه، إنشاء النزل الريفية في المزارع، إضافة إلى افتتاح المطاعم والمقاهي داخل المزارع، بشرط أن لا يخل ذلك بالغرض الأساسي من هذه الأراضي وهو وفرة المحاصيل الزراعية. هذه المشاريع بالتأكيد ستساهم في رفع الجانب الجذب السياحي، أيضا الجانب الاقتصادي في المحافظة. كان الاجتماع بين البلدية والغرفة التجارية، ومؤخرا أيضا وزارة البيئة والمياه والزراعة. هناك العديد من الضوابط والشروط بالتأكيد ستكون موجودة لتطبق هذه المعايير أو المشاريع بالأصح التنموية والترفيهية في محافظة القطيف. ما يزيد عن 2000 مزرعة، وتنتج ما يقارب 8000 طن من التمور سنويا على مستوى المملكة. منى، الجانب الزراعي في المحافظة أولته القيادة الرشيدة اهتمام كبير، حتى خلال فترة منع التجول كان هناك تراخيص معينة للمزارعين ليتمكنوا من الخروج وبيع بضائعهم، وفي وقت أيضا منع التجول لم تعاني المحافظة من أي نقص في المحاصيل الزراعية المتوفرة في الأسواق. شكرا جزيلا لك شاد على هذه المداخلة. اختتمت فعاليات التدريب المشترك سيف العرب 2020 الذي استمر 4 أيام في جمهورية مصر بمشاركة 6 دول عربية لتوحيد المفاهيم العسكرية. بعد عدة أيام من التدريبات المشتركة اختتمت فعاليات تدريب سيف العرب 2020 الذي شاركت فيه قوات من المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر والإمارات والأردن والبحرين والسودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تدريب استهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة ورفع الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية. هذه المناورة تثبت بما لا يدع مجال من للشك ضرورة وحدتنا، ضرورة تجميع قدراتنا لمواجهة أي تهديد أو أي عدوان، ونحن قادرون على ذلك. ومن هنا نحن نطمئن كل الشعوب العربية بقدرتنا على حماية أمننا القومي العربي بقدرتنا الذاتية، ثم رسالة ردع لكل من يفكر في تهديد ترابنا القومي أو حتى تهديد مصلحة من مصالحنا الحيوية. وخلال عملية تدريب أظهرت القوات المشاركة مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على المناورة من خلال العمل المشترك بين القوات العربية في تعاون كامل لتحقيق المهام المخططة في التوقيت المحدد سواء البرية أو البحرية والجوية. وعلى هامش التدريب عقدت عدة لقاءات بين قادة الأركان في الدول المشاركة لبحث سبل التعاون العسكري ودعم جهود الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية، جاء تدريب سيف العرب ليرفع كفاءة القوات المشاركة من خلال تبادل الخبرات والرؤى العسكرية، بما يضعها على أهبة الاستعداد ويمكنها من التعامل مع التهديدات المختلفة سواء الحالية أو المستقبلية والطارئة. لأخبار السعودية، محمد شعبان، القاهرة. في يومها 4 تستمر الحالة الماطرة سقيا في تأثيرها على أجزاء واسعة من المملكة، حيث يستمر امتداد السحب الرعدية الماطرة على أجزاء واسعة من غرب وجنوب غرب المملكة، وتطال أجزاء من وسط وشرق المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك مناطق القصيم حائل الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض الشرقية تبوك. للحديث أكثر عن التوقعات الجوية وأيضا الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة ينضم إلينا باحث الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني. مرحبا بك أستاذي الكريم. بداية، ما هي التوقعات لاستمرار الحالة المطرية سقيا خلال الأيام القادمة على معظم مناطق المملكة؟
مساء الخير للجميع للسادة والسيدات مشاهدي القناة الإخبارية، حياكم الله وبياكم قناة السعودية. أهلا وسهلا بك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أولا نحمد الله ونشكره على ما من علينا من أمطار خير وبركة على بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، حيث اتسعت رقعة الأمطار لتشمل أجزاء واسعة من المملكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة ونعمة الأمن، وأن يطرح البركة فيها، لأن البركة مهمة جدا، ليس بس فقط سقوط المطر وإنما البركة مهمة. الشيء الآخر، لازلنا في الحالة المطرية السوقية، لازال متوقع أمطار على معظم مناطق المملكة، والآن السحب الرعدية تزين سماء بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، سواء كان على المنطقة منطقة مكة أو على الباحة أو على عسير أو على جيزان أو حتى أيضا المحافظات أقصى المحافظات الغربية من منطقة الرياض، وأيضا جهة منطقة القصيم ومنطقة حايل والمنطقة الشرقية، وإن شاء الله متوقعين تسحب الحالة لتشمل المحافظات الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، وإن شاء الله في الساعات القادمة تزحف على العاصمة الرياض. وهناك بشرى أيضا لمتابعي قناة الإخبارية، متوقع أيضا بمجرد هدوء الأجواء متوقع حالة ارتدادية وحالة ممطرة أخرى بدءا من يوم الاثنين القادم، ولذلك متوقع المزيد من أخبار الخير والبركة ومزيد من الأمطار على بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، وهذه توقعات والله أعلم. والله أعلم. صحيح، هل هناك موجة باردة سوف تشهدها مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة؟ طبيعة الحال أن ألو؟ نعم تفضل أستاذ الكريم نسمعك. طبعا بطبيعة الحال نحن الآن الأجواء تكون متوقع أن تكون معتدلة في النهار، تميل البرودة أول الليل، باردة في الساعات المتأخرة من الليل. في فترة يوم الاثنين يبدأ إن شاء الله ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن مع بقاء الأجواء معتدلة وتميل البرودة في ساعات الليل المتأخر، لكن بدأ من يوم الثلاثاء متوقع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ومتوقع نهاية الأسبوع القادم انخفاض درجات الحرارة وبمشيئة الله تعالى، وهذا مقدمة لدخول الشتاء فعليا، وهي المربعانية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وتعم بالنفع على أرجاء هذه البلاد. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الحصيني على كل ما قدمته من معلومات حول هذه الأجواء القادمة. إليكم درجات الحرارة في بعض مدن المملكة. تذكر بأهم العناوين: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير منطقة الرياض يحضر نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم. في يومها الرابع، الحالة الجوية السقية تستمر في التأثير على أجزاء واسعة من المملكة. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن اللقاح المعتمد لكورونا يجب أن يغطي 70% من سكان العالم. في ختام هذه النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. تحية طيبة، السلام عليكم.